أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث للتعليم الثانوي التجاري، أهلا ومرحبا بكم في شرح لمنهج اللغة الإنجليزية. النهاردة هناخد يونت 4. يونت 4 بعنوان Accounts. Accounts يعني الحسابات. هناخد أول حاجة مراحل صرف الكاش أو الفلوس من الكاش ماشين اللي هي ماكينة الصرف الآلي أو ماكينة صرف النقدية. Accounts يعني الحسابات. Getting money from the cash machine. Getting money from the cash machine. Getting يعني إحضار. Money المال أو النقدية أو الفلوس. From من the cash machine. ماكينة الصرف الآلي أو ماكينة صرف النقدية. The first step أول خطوة. Put your cash card in the cash machine. Put. ضع your cash card الكارت بتاع النقدية بتاعتك in the cash machine في ماكينة صرف النقدية. طب بعد كده بيطلب مني ان number 2 أو second step key in your pin number. Key in your pin number يعني أدخل الرقم السري بتاعك، لأن كل كارت بيبقى ليه رقم سري private للشخص. بعد كده the third step ثالث خطوة look at the screen. لازم انظر للشاشة and choose وابدأ ان انا اعمل عملية اختيار how much you want كم الكمية اللي انا عايزها. هبدأ ان انا اكتب بايدي او في choices في اختيارات هيديها لي جوه الماكينة، ولو الاختيارات ديت انا عايز احط اختيار غيره بضطر ان انا اكتب بايدي الرقم. fourth step الخطوة الرابعة wait لازم استنى until the machine checks to see that لغاية ما الماكينة نفسها تفحص وتتأكد to see that you have good amount in your account. هي لازم تتأكد ان في كمية فلوس في حسابي، وانا كمان لازم اتأكد من كده ان ده بيطلع لي على الشاشة. Fourth step the machine gives you the money. خلاص الماكينة بتتأكد ان في فلوس في حسابك، بتبدأ ان هي تطلع لك الفلوس اللي انت طلبتها. The machine gives you the money. The sixth step يعني سادس خطوة every month كل شهر the bank sends البنك بيرسل you لك a statement. Statement يعني كشف حساب. If your account is overdrawn لو الحساب بتاعك مدين، في الكشف ده بيبان ان هو مدين you have to pay. Have to كلمة have to انت مضطر، يعني ما عندكش اختيارات. To pay interest. To pay interest وكلمة interest معناها فايدة. يبقى تاني مع بعض هنعيد الـ steps الخطوات. Getting money from the cash machine. 1. Put your cash card in the cash machine. 2. Key in your pin number. 3. Look at the screen and choose how much you want. 4. Wait until the machine checks to see that you have good amount in your account. 5. The machine gives you the money. 6. Every month the bank sends you a statement. If account is overdrawn, you have to pay interest. عندنا بعض التعريفات في يونت 4. Definitions تعريفات. أول تعريف the balance. The balance الرصيد. يعني إيه كلمة رصيد؟ The amount of money هي كمية المال you have لديك in your account اللي في حسابك. يعني كمية الفلوس اللي موجودة في الحساب بتاعتك داخل البنك اسمها the balance الرصيد. An overdraft. An overdraft اللي هو السحب على المكشوف. يعني إيه السحب على المكشوف؟ is an amount of money. Amount هي كمية أو مقدار من المال by which بيها bank account حساب البنك is overdrawn. Overdrawn يعني بيبقى مدين. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انت taking more money than you put in. Taking ان انت بتاخذ more money مال اكتر than من you put in مما تضعه في حسابك. عندنا تالت تعريف interest. Interest يعني فايدة. إيه هي الفايدة؟ Is what you pay for borrowing money.
is what you pay هو ما تدفعه for borrowing money. Borrowing money على ان انت بتستعير او بتستلف فلوس. Credit. Credit. Credit يعني رصيد دائن. طب يعني ايه رصيد دائن؟ If you have money لو انت عندك فلوس. If in your bank account في حسابك في البنك. Then ده معناه ان your account is in credit بيكون حساب دائن. Account. Account يعني حساب. Is money kept with the bank. Is money kept هو المال الذي يحفظ with the bank في البنك. يبقى عندنا الانترست الفايدة is what you pay for borrowing money هي ما تدفعه لأجل استعارة النقود. Credit الرصيد الدائن. If you have money in your bank account لو انت عندك حساب في البنك او لديك مال في حسابك في البنك then ثم your account is in credit هو حسابك بيكون دائن. Account الحساب نفسه is money kept with the bank هو مال يحفظ في او بي او عن طريق البنك. عندنا التعريف السادس statement. Statement يعني كشف الحساب. وكشف الحساب ده is a document اللي هو وثيقة sent by ترسل بواسطة the bank البنك to its customers لعملائه showing all their transaction بتبين كل الحركات او المعاملات التجارية سواء ايداع او سحب. يبقى statement كشف الحساب is a document sent by the bank to its customers showing all their transaction. طب transaction العمليات التجارية نفسها اللي هي حركة السحب والإيداع. Everything you pay in كل حاجة انت بتدفعها فيه or take out او تاخدها خارج او من account من الحساب is a transaction هي عملية او حركة تجارية. A check يعني شيك is a written order هو order. Order يعني أمر. Written مكتوب أمر كتابي to a bank للبنك to pay money لكي يدفع المال. عندي الجرامر. Grammar unit 4 بيتكلم عن give فعل give وسواء احنا جبنا give وبعديها على طول جبنا الobject pronoun اللي هو give me مثلا اعطيني او جبت كلمة give والمفروض اجيب اسم الشيء to me ليا اعطي اسم الشيء لي. طب for example لما اجي اقول give me some money يعني اعطيني بعض المال. give some money to me اعطي بعض المال لي. It's the same هي نفس الشيء بس بنغير الصيغة. طب ناخد مثال تاني. علي gives me a lot of books. علي يعطيني كثير من الكتب. طب لو غيرتها بالشكل التاني ان انا هجيب give واسم الشيء يبقى هقول ان علي gives a lot of money to me يعني علي يعطي كثير من المال لي. كل اللي انا عملته في استخدام gives me او gives a lot of money to me هي تغيير المفعول. انا عندي gives وبيجي بعديها هنا ضمير المفعول me. Ali gives a lot of money to me. The same meaning نفس المعنى.